ما شاء الله والمطر حق اليوم. شوفوا كيف مغدر مع حاله. شوفها طبعا مطر غزير جدا جدا جدا. انا اصور لكم الشارع شوفوا كيف غدو مغرق. على مطر صح. اللهم اجعلها يعني سقيا رحمة الله سقيا عذاب. طبعا امس واليوم انا اقول من اقوى الامطار على مدار السنة. هذا امطار قوية جدا جدا جدا. الان شوية وتحركنا الى الشعب. ريكم المناظر في طريقنا. ريكم الامطار. نشوف الشعب مطر ولا ماشي. امطار سهيل. التلفون اللي ضغط نفسي يا شباب. هذا كله ما. هذه هي مدينة إب. كلها مدينة إب تحت. يشوفون حالي. شوفوا قوة المطر اليوم ما شاء الله. صراحة والله يا قوي أمطار أشوفها في هذا العام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.